نحن ما واحد، نحن وحزب عبد الحي الإخواني ما واحد، ذاك حزب إخواني يدعو إلى المظاهرات والتفجيرات ويثني على كبار الإرهابيين والدجالين والخوارج والمجرمين كثنائه على بن لادن. والعبد الحي ما قال لما الناس من المولد 18 نفر وقاعد يخطب فيهم، أسامة أخونا وهذا المقام مقام رفع صوت، يعني قال لهم كبروا، زلق لهم جماعة الله أكبر، وإن أسامة بن لادن قد فعل بالكفار و و و الله أكبر. أقول أيها الإخوة الكرام، جئنا إلى هذا المكان من أجل أن نحقق غاية شرعية مفادها أننا ندين الله عز وجل بأن قتيل الأمس هو أخونا. ندين الله عز وجل، ندين الله عز وجل بحبه. أخوتنا معه أخوة المسلم للمسلم، والله لا يفرح بموته ولا يشمت بموته مؤمن أبدا، بل المؤمن يشعر بأن هذا الرجل قد جاهد في الله حق جهاده، وأنه كان شوكة في حلوق أعداء الله، وأنه كان شجا في حلوق المنافقين ومن يكرهون ما أنزل الله. يا أيها الإخوة الكرام، اجتمعنا في هذا المكان من أجل أن نعلن أخوتنا لقتيل الأمس، ويلقبونه بأمير المؤمنين، فما توجيهكم لذلك؟ هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين، ابن لادن شيطان خبيث، ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. التكفير، التخريب، الإرهاب. لن ننسى جرائم تنظيم القاعدة، كفروا ولاة أمرنا ورجال أمننا. إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون، هم كفرة مرتدون. لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل الصلاح وفلاح. يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، وآخرون يقولون هم مجاهدون. إيش؟ يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، ويقول آخرون هم مجاهدون، فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. طيب انت ما ليه ما طلعت مع بن لادن؟ حق بن لادن ده جهاد؟ ليه قاعد في جبرة حي الدوحة؟ حي الدوحة، عرفت كلامي؟ صح فيها ناس طيبين لكن فيها ناس مجرمين زي الأخوان المسلمين وأمثالهم والحزبيين وأشباههم. واحد تلقى منهم يا أخي قاعد مرطب جضوم ملمم منديات زي الاستيكر بتاع الجلاكسي، قاعد مرطب ويقول لك هيا بنا للجهاد هيا، ويرجع يركب العمارة حقته. يا ناس ما تغشوا الناس، هالسارح مش في سوريا جهاد، مش في الصومال جهاد زي ما انت بتقولوا. أريح عبد الحي، أريح، أنا علي التذكرة وأدق لك تأشيرة خروج من السودان بدون عودة، أطفش أمشي أمشي. ليه ما حصل عبد الحي مشى؟ يا أخي ولده والجرائد كتبت، أنا قلت الجرائد ومحتفظ بالجرائد لليل، عندي قريب 10 جرائد. قال ماشي الجهاد، قال ولده من حي الدوحة قال ماشي الجهاد. طلع عبد الحي يوسف خطب وجاو سكري وبقى ضعيف ولونه وبقى أصفر عنده أبو الصفير، والله العظيم يا أيها رجال الأمن أدركوا ابني. طيب أبناء الناس المشوا بفتاويك وبخطبك، شباب متطرفين، نوريك التطرف ده كويس وننجمك نجام عمرك ما شفته، والشغل ده العالم كله بيسمعه. عبد الحي يوسف يا أيها العالم دعا الناس إلى التفجيرات، موجود في اليوتيوب
عبد الحي يوسف يا أيها العالم دعا الناس إلى التفجيرات، موجود في اليوتيوب، حنرفع عليك مع الكلمة دي، العمليات الانتحارية، قال جايزة تب. فيما مضى لما ما كان عندهم سلاح، ما عندهم إلا سلاح الإيمان، الواحد بيربط حزام ناسف يعني على يعني خاصرته ويدخل في مجموعة من اليهود ويفجر نفسه. هذه يعني اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، والذي يعني أفتي به بأن هذه عمليات استشهادية مباركة، صاحبها إن شاء الله إن أخلص النية لله هو في أعلى عليه وفي جنات النعيم. يقول السائل: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك فروق لصحة هذا العمل؟ لا ولا قوة إلا بالله، ما تبي الحياة شو له تعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. ده عبد الحي، والحمد لله زمان كان يتكلم بالكتب يقول لك طبعته ايته، الآن بقى اليوتيوب بفضل الله زي ما فيه سوءات بقى فيه خيرات، كشف أولئك المجرمين. ما تعرفوا عبد الحي براو في الغنى حقته، دال آر دي آر عبد الحي يوسف، غنى حقته يرفع فيها الكلام اللي أنا بقوله ده كله، صورة وصوت، صورة وصوت. فأين تذهبون يا سرورية؟ بعد ده قال: ينبغي على من والله الله الله الأمر أن يكف هؤلاء، نحن وهؤلاء الما بمثلوا التصوف الحق ديك، ونحن قال ينبغي على الحاكم أنه يكفنا. شفت الكلام ده كيف بيحرج علينا الحاكم، والحاكم عارف دعوتنا، دعوة واضحة، وقاعدين نرد على الخوارج، عرفت كلامي؟ وبنقول الخروج على الحاكم حرام، ما خوفا من حاكم ولا تقربا لمحكوم، دين دين نتقرب به إلى رب العالمين. وحديث نبوية، حديث نبوية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع.